بابارات. كاميرا بابارازي النهارده كانت معاكم في اول بروفات مسرحيه عقلك في راسك، بطوله ريم البارودي واحمد سعد. طبعا الكلام ده بعد ما اعلنوا خطوبتهم بعد حدود 3-4 ايام. النهارده اول عمل مشترك ما بينهم على المسرح، ويعتبر اول مسرحيه لاحمد سعد يخوضها. طبعا واضح جدا ان ريم البارودي هي اللي شجعته وهي اللي خليته يخوض تجربه زي دي. طبعا المسرحيه بتاعتنا النهارده كان اول بروفا، اخراجها حسام الدين صلاح، وهنشوف ايه الاخبار. يلا بينا. ياسين الضوي، انا مبسوطه قوي اني قابلتك النهارده على مسرح السلام. عايزه اعرف ايه تجربتك النهارده؟ انا مبسوط اكتر بيكو، اهلا بيكو، كل سنه وانتم طيبين. احنا بصدد تجربه مسرحيه كوميديه واستعراضيه وغنائيه. الحقيقه كتبت هذا النص من حوالي سنه ونص، وكان اسمه الاشفور باشا. فخلينا هو حاجه عن ايام زمان يعني الخديوي والحاجات دي ولا ايه؟ لا، باشاوات. لا، هو المفلس باشا بتاع العصر ده النهارده، المواطن فلان اللي بيلعبه احمد سعد، والمواطنه فلانه جوزته، يعني زوجته فلان وفلانه، اللي بنتجاوز بيهم. عارف ان هم بنفس الاسماء؟ لا، دي معلومه انا لسه برضو حد بيقول لي. لا خالص، هم بيعملوا ده التباس، يعني هم بيعملوا شخصيه فلان وفلانه الزوجين، وبيتجاوز بيهم شويه مواقف كاريكاتيريه رغم انها كوارث، يعني ومفاجات ومفارقات كوميديه حول حلمهم في انهم يطلعوا من البدروم ويسكنوا شقه، وفي انتظار انه مطلبهم يتحقق من خلال مشاريع الاسكان، وبيتجاوزوا 10 سنين ودون ان يتحقق هذا الحلم. وعندما تحقق بنجد في مفاجات كبرى، حين اجهزه الاستقصاء بتكتشف انه فلان فقير المعدوم ده طلع من اصحاب الاملاك، من الغنى الفاحش اللي فجاه مره واحده ظهر اليومين دول. فده بيخليه يستدين اكتر هو وزوجته اكتر، لغايه ما بيخش السجن ويخرج من السجن ونكتشف المفاجاه الكبرى انه ماهوش هذا الشخص. مخرجنا الكبير حسام الدين صلاح، اهلا بيك في بابارازي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايه، احكي لنا بقى اللي بيحصل في المسرحيه، وايه سياسيه ولا كوميديه ولا اجتماعيه، وايه التجربه دي؟ بصي، اي مسرحيه في الدنيا حتى لو هي بتناقش قصه حب يعني هيبقى وراها خلفيه سياسيه. لا، وحضرتك اصلا متخصص في السياسي اصلا. وهو اي مسرحيه في الدنيا بيبقى لها خلفيه سياسيه لازم، يعني احنا في المسرحيه دي بنتكلم عن شباب قبل الثوره وشباب بعد الثوره، وبنعكس قضاياهم ومشاكلهم اللي تعقدت وزادت، وبنسخر من هذه المشاكل وبنأديها بشكل كوميدي بشكل غنائي كده، يعني ده الموضوع. وايه بقى سبب اختيارك لاحمد وريهام في الادوار؟ انا كنت بادئ باحمد، فهو البطل عندي متجوز، فبدور له على بطله. يبقى اكيد مسرحيه غنائيه. بالظبط كده مسرحيه غنائيه، فمن هنا جت الفكره، يعني ان هم بما انهم مخطوبين طب ما يجوا يتجوزوا هنا وخلاص، يعني كده. احنا بيتقدم لينا نصوص كتير جدا، احنا من خلال لجنه قراءه موجوده في البيت الفني للمسرح، ومن خلال قراءتنا، والنص هو الفيصل. حسيت ان هي متوفر فيها كل عوامل النجاح. النص هو الاساس، نص ياسين الضوء، نص مكتمل، نص ناضج، نص فيه رساله وفيه هدف. علشان كده مسرح الدوله بينتج مسرحيه زي دي، وان شاء الله نعد بنجاحها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، والكاست بتاع الممثلين، يعني حضرتك اشتركت في اختياره؟ طبعاً. الترشيحات بتبقى في الاصل للمخرج طبعا، لكن بالاتفاق مع مدير الفرقه بنقعد انا وهو نتفق على اسماء الناس، و يعني تناسبهم مع الدور، واجورهم هتبقى عامله ازاي، وتفاصيل كتيره جدا يعني. فتم الاتفاق على اختيار احمد سعد وريم وسعد طلبيك وباقي ممثلينا، واعتقد ان هم هيعملوا طفره كويسه ان شاء الله. احنا دلوقتي خلصنا كل لقاءاتنا الحصريه في مسرح السلام لمسرحيه عقلك في راسك، بطوله ريم البارودي واحمد سعد، واخراج حسام الدين مصطفى. اخذنا منهم تصريحات حصريه جدا لبابارازي من مدير مسرح السلام، ومن احمد سعد كمان على ريم البارودي. خلصنا كل لقاءاتنا، واشوفكم قريب. شاذة حسن، بابارازي.
أقوى موقع فني في مصر.